الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الأعزاء، نحييكم مرة أخرى مع هذه الانطلاقات الرائعة والمميزة، وانطلاقة سليمة كما يتمناها الجميع، انطلاقة الشوط الذي يحمل لنا الرقم 7، شوطنا 7 الذي ينطلق على الخير والبركة والمحبة في حفظ من الله ورعايته. الجعادين ورسلان في مقدمة الأسماء، رسلان لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان الصادق، فضل الأمين هو من يقود هذه الأسماء الكبيرة، شاهين من يحتل المركز الثاني بشعار هجن الرياس، وهذا الشعار المبدع دائما وأبدا، وهذا هو الذي يحلق، وراشد بسم المنصور من يتابع هذا الشاهين كما تابع غيره من الأسماء المنتصرة والفائزة. المركز الثالث هملول لهجن الرياس وعلي بن يميل الوهيبي، يحلق ويتابع هذه الأسماء الكبيرة المحلقة والباحثة عن الخير وعن الفوز وعن الانتصار. هكذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء الوصول من الزاوية الأخرى، وهنالك مرصد الذي يرصد النواميس ويبحث عن الفوز ويبحث عن الخير، ولكن تسلل من شاهين لهجن الرياسة، وبمتابعة أيضا الخبراء، بمتابعة بن زيتون، ومتابعة شيقة لهذين المضمرين المبدعين دائما وأبدا. بينما الدخول الكبير من الزعيم الذي تسلل شيئا فشيئا وحلق وانتصر إلى المركز الثالث الآن، ويتسلل إلى الثاني وعينه على مقدمة الأسماء، الزعيم لهجن الرياسة، وأيضا عوض بن مبارك المهيري، هذا الزعيم الخبير الذي يتابع أسماء عديدة. يا سلام، بينما بدوري أنتقل إلى الزاوية الأخرى وما تحمله لنا من أسماء، هناك دخول رائع ومميز من ذرب لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، مسري بن سالم بالعرطي، أيضا الحميري في عملية التضمير والمتابعة، وصولا رائعا من مرصد لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ويمع بن عتيجة الرميتي في عملية التضمير. هكذا المسيرة تسير. أنتقل إلى المركز الآن السابع والثامن، الثامن الوصول من شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم وسعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي في عملية التضمير. يا سلام يا سلام، صوغان لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، طارش بن مبارك بالقوبع الحميري في عملية التضمير، ويا لها من مداخلة ومن أسماء. الزعيم كذلك وصل بكل قوة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل هيان، محفوظ بن خميس لينيبي في عملية التضمير والمتابعة. هكذا المسيرة تسير، والأسماء تسير، والشعارات تسير. الله 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 الله، عودة من حيث أتينا، عودة من مقدمة الشوط، عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى صدارة الأسماء، عودة إلى القائد المسيطر، عودة إلى من يتحمل هذه السيطرة، عودة إلى من يصور في الكادر الأول. يا سلام يا سلام يا سلام، هذا هو شاهين، هذه هي هجن الرياسة، هذا هم المبدعين. يا سلام يا سلام، شاهين لهجن الرياسة، راشد بن محمد بسم المنصوري مع المركز الأول، مع صدارة الأسماء، المركز الثاني الزعيم الضاغط الزعيم لهجن الرياسة، عوض بن مبارك المهيري هو من يتابع هذا الزعيم الرائع، وصول من شاهين، وصول من شاهين لهجن الرياسة، محمد بن زيتون المهيري في عملية التضمير والمتابعة. انتقل الى هملول الحاضر مع المركز الرابع، يا سلام، لهجن الرياسة بمتابعة وتضمير السيد علي بن يميل الوهيبي، شاهين من يحتل المركز الخامس لهجن الرياسة بمتابعة محمد بن زيتون المهيري، المركز السادس الوصول من قبل ذرب لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، وكذلك المضمر مسري بن سالم بالعرطي. يا سلام يا سلام، المركز السابع، السابع اللي وصل واللي تسلل اللي يبيله ايضا متابع رسلان لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل هيان الصادق، فضل الامين، ثامن الاسماء الوصول والتسلل والانتقالة السريعة من مرصد لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل هيان، يمع بن عتيجة الرميثي، وصول من هذا الشعار الكبير لهذا المالك الكبير سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، هنا المضمر طارش بن مبارك بالقوبع مع صوغان النواميس، وكذلك
ذلك الزعيم من الأسماء الملاحقة للمراكز الأولى. هذه هي الكوكبة الرائعة والمميزة. عاشرا كما ذكرت الزعيم لسمو الشيخ ذياب محمد بن زايد آل هيان محفوظ لنيبي في عملية التضمير، عودة إلى المركز الأول. وما هي أخبار المقدمة؟ وما هي أخبار الصدارة؟ وما هي أخبار القوة؟ يا سلام يا سلام، هجن الرئاسة، هجن الرئاسة، رئاسية رئاسية رئاسية، كوكبة رائعة، شاهين وبالسم، وكذلك المجازف مع هذه المقدمة الرائعة، مع هذه الجعادير المنطلقات بقيادة شاهين بمتابعة بالسم. يا سلام يا سلام، الستمائة متر النهائية، الستمائة متر الأخيرة، الستمائة متر ما بعدها إلا خط النهاية الذي يعانق وعانق وانتصر وفاز وسجل. يا سلام من الذهب ومن الإنجازات ومن التشريف. الرئاسة الرئاسة، الشاهين وشاهين، الشواهين في مقدمة الشوط، شاهين بمتابعة بالسم مع مقدمة الأسماء مع المركز الأول. يا سلام، خماسية رئاسية، الله الله، شاهين تسلل مرة أخرى، شاهين الأحمر والأزرق واللون الرائع والمميز يرفرف على ظهر النواميس، على ظهر المراكز الأولى دائما وأبدا. شاهين شاهين أيها الأخوة، شاهين شاهين مع المركز الأول. تهانينا للمجازف والتهنئة الأكبر لهجن الرئاسة. المركز الثاني شاهين مع بسم، المركز الثالث شاهين لهجن الرئاسة بمتابعة محمد بزيتون، وفي المركز الرابع حملوا لهجن الرئاسة بمتابعة علي بن يمير الوهيبي، وفي المركز الخامس الزعيم لهجن الرئاسة بمتابعة عوض بن مبارك المهيري. هكذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء رأينا القوة. هكذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء التوقيت الزمني، التوقيت الرائع والمميز، 7:42 وفاء وتماما وكمالا. تهانينا والناموس، وأيضا التهنئة لك يا بالزيتون. المركز الثاني 7:42.6 التهنئة للهجن الرئاسة وكذلك للسيد راشد بسم المنصوري. وفي المركز الثالث لحظات الوصول 7:43.5 من الثواني شاهين لهجن الرئاسة. التهنئة الكبير للسيد راشد بن محمد بسم. أي هناك من المركز الثالث كان يتابعه محمد بالزيتون المهيري المجازف. تهانينا والناموس.